الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أرشد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الكهف وعن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجالس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا السلسلة الصحيحة رئيس الحفلة المؤقر أعضاء التحكيم ضيوفنا المكرمين إخواني الطلبة أريد اليوم في هذه الحفلة للمسابقة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع مسؤولية الشباب المسلم في العصر الراهن أيها الأحبة لا شك أن هذا الموضوع مهم جدا في هذا العصر لأننا نشاهد قد فشل الفساد مع شكله المختلف في المجتمع الذي نعيش فيه اليوم وأخلى مجتمعنا كليا بالصفات الحميدة كالحق والنصح والإخاء والتآخي والمواساة والمناصرة والمحبة والإخلاص فنحن ننظر أن التملق أخذ مكان الإخلاص والظلم والجور أخذ مكان العدل والمساواة والافتراء قد ثبت على مكان العدل وأخذ حب الذات والنفعية مكان النصح وتعطلت القيم الأخلاقية ظلم على ظلم يتصف المظلوم بالإرهاب يا معشر الشباب يأكل القبي الضعيف في هذا العصر وإن الشباب هم عماد حضارة الأمم ومرحلة الشباب هي أهم المراحل في عمر الإنسان وهي فترة القوة والإنتاج وهم في كل أمة وزمان أصحاب الهمم العالية والنفوس الأدبية والقلوب السليمة والقوة الضاربة وإن الأمة القوية الفطية تقاس بصلاح شبابها واستقامتهم وبمهارتهم ومواهبهم كما أن القرآن الكريم قد أثنى على فئة من الشباب الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكافأهم على ذلك بزيادة الهدى حين قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أيها الشباب إن الشباب بالمسلم هو الخير والعطاء والنعمة قيمة الشباب المسلم كبيرة مكانتهم الشامخة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الشباب بطاعة الله وعبادته واشتد حرصه وتوجيهه للشباب وظهرت عنايته الفائقة بهم حيث رواه الإمام البخاري في كتابه الجامع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وظهر وشاب نشأ في عبادة الله وظهرت عنايته الفائقة بهم واشتد حرصه وتوجيهه للشباب وظهرت عنايته الفائقة بهم حيث رواه الإمام البخاري الشباب الاغتنام الفرصي لتكوين شخصيتهم في شتى المجالات فقال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك الصححه الألباني يا عباد الله ثلة من المسلمين قد انحرفوا عن العقائد الصحيحة الصافة حتى وصل الأمر إلى أن كثيرا منهم قد ارتدوا عن دينه الحنيف وذهب جم غفير منهم إلى عقيدة قبيحة مثل الصوفية والرافضة والخارجية وغيرها التي لا أصل لها في الإسلام يا شباب الأمة عليكم أن تستيقظوا وتدعوا الفرق الضالة إلى الله على بصيرة كما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نظرا إلى أهمية هذه الآية كونوا داعين إلى الله لأن مكانة الداعي مكانة عظيمة كما أرشد الرحمن في سورة حاميم سجدة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إخواننا الشباب
علينا أن نتمسك بالإسلام قولا وعملا وعقيدة وشريعة حتى تستقيم أمور حياتنا. ويجب علينا أن نتحلق بالأخلاق الإسلامية كالصدق والأمانة والوفاء والتسامح وحب الخير للناس جميعا. يا شباب، خذوا الأمثلة من الصحابة وكونوا عباد الله إخوانا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.